الله يعطيكم العافية طلاب الأعزاء، معكم بهاي المحاضرة دكتورة روان غرايبة، رح نشرح عن أول تجربة بنعملها في فور بلاد اللي هي الهيماتوكريت أو بي سي في. حكينا بالإنترودكشن the blood is composed of cell parts and liquid part. cells part تتكون من الوايت بلاد سيلز اللي حكينا كمان اسمها اليوكوسايت والريد بلاد سيلز اللي هي الاريتروسايت اند ذا بليتليت اللي هي الصفائح اللي بنحكي عنها كمان ثرومبوسايت، وجزء ثاني من الدم اللي هو الليكويد بارت الجزء السائل اللي اسمه البلازما. لما ناخذ عينة الدم ونحطها بتيوب بتكون كلها مع بعض، يعني بنشوف هون هذا التيوب مش مفصول عندي الوايت بلاد سيلز عن الريد بلاد سيلز عن البلازما، كلها مخلوطة في بعض بتكون. فبدي اعمل تجربة اشوف كيف بقدر افصل البلازما عن البلاد سيلز ومن خلالها اقرأ قديش نسبة كريات الدم الحمراء الموجودة عندي. فلو انا بتكون زي قبل شوي بالتيوب عينة الدم كلها موجودة مع بعض، بحطها بجهاز اسمه جهاز الطرد المركزي رح نحكي عنه لقدام. لما بحط التيوب جهاز الطرد المركزي رح ينفصل عندي الدم لجزئين، جزء البلازما اللي هو الليكويد بارت وجزء هذا اللي من تحت اللي هو الخلايا. فهذا الجزء اللي من فوق بيكون السائل تقريبا بيكون لونه على اصفر فاتح، هو البلازما بتكون من ووتر بروتين نيوترينت هرمونز اتسترا. وهون بيكون في عندي طبقة صغيرة اسمها البافي كوت تحتوي على الوايت بلاد سيلز اند بليتلت، وهاي المنطقة الحمراء اللي من هون بتتكون من الريد بلاد سيلز. فأنا هاي المنطقة الحمراء اللي بنشوف نسبتها كثير كبيرة لأنه كريات الدم الحمراء من مجمل الخلايا، يعني إحنا حكينا البلاد سيلز بتتكون من الوايت بلاد سيلز والريد بلاد سيلز والبليتلت، النسبة الأكبر من هاي الخلايا هي عبارة عن ريد بلاد سيلز. هاي المنطقة أو هاي نسبة كريات الدم الحمراء بنحكي عنها هيماتوكريت أو باك سيلز فوليوم، والباك سيلز فوليوم بنختصرها بالبي سي في. إذا طلعت كمية هاي الريد بلاد سيلز أقل من الطبيعي، هاي الصورة هون هذا الطبيعي، إذا كانت أقل من الطبيعي بنحكي عن هاي الحالة أنيميا، لأنه بتكون عندي ديبريزد، يعني بتكون عندي كريات الدم الحمراء قليلة. وإذا كانت عندي كريات الدم الحمراء أكثر من الطبيعي، هاي الحالة بنحكي عنها البوليسيثيميا، وهون بكون عندي إليفيتد يعني مرتفع الهيماتو كريت. أنيميا اللي هو فقر الدم، يعني ممكن واحد يكون عنده نقص فيتامين بي 12، يكون عنده نقص بالحديد، نقص بالفوليك اسيد، كل هذا ممكن يسبب انيميا. البوليسيتيميا ممكن مرات نلاقيها عند المدخنين لانه جسمهم بصير ينتج كريات دم حمراء بشكل كبير فبيرتفع عندهم الدم، يعني حتى لما نيجي بناخذ عينه دم من شخص مدخن ممكن يكون دمه 16 او 17، بيكون معطينا دلاله انه هو قوي، لكن ممكن هو ما يكون قوي لكن لانه هو مدخن جسمه بيكون بينتج كريات دم حمراء بشكل كبير. اذا تعريف الهيماتوكريت أو باك سيلز فوليوم بنختصرها بالبي سي في is the percentage النسبة of total blood volume that made up of erythrocyte، يعني هي النسبة من كل الدم اللي بتحتلها الإريثروسايت اللي هي كريات الدم الحمراء. So that a hematocrit of 40 mean that 40% من the blood volume is made of erythrocyte. يعني إذا بحكي عن الهيماتوكريت مقدارها 40، فإذا 40% من كل الدم هو عبارة عن erythrocyte، هو عبارة عن كريات الدم الحمراء. فعشان هيك the hematocrit is used as a simple way to measure the number of erythrocyte in the blood. وسواء بحكي هيماتوكريت أو بي سي في هو نفس المعنى، باك من هاي باك يعني زي حزم، يعني زي كأنه ضغط كريات الدم الحمراء مع بعض. هلا احنا لما نروح نعمل فحص دم دائما ناخذ دراسة اللي هو قوة الدم اللي هي بتنقرع عن طريق شيء اسمه الهيموجلوبين، ونختصره اتش بي جي. الهيم الاتش جي بي الهيموجلوبين يساوي الهيماتوكريت او البي سي في مقسومه على 3، يعني اذا كان عندي قراءه الهيماتوكريت 40 عن طريق قسمت 40 على 30 بيطلع عندي مقدار الهيموجلوبين. طب شو النورمال فاليو فور هيماتوكريت اند هيموجلوبين، يعني شو القيم الطبيعيه لهاي الهيماتوكريت والهيموجلوبين؟ The normal value for hematocrit من 40 ل 45 من 40 ل 54% للرجال for men and for women الرينج الطبيعي بين 37 ل 47%. بالمقابل الهيموجلوبين النورمال له for men من 14.9 زائد او ناقص 1.5 وللنساء 13.7 زائد او ناقص 1.5، لانه دائما بيكون في نسبة خطأ.
نحكي عن التجربة اللي بدي أعملها خلال المختبر. شو الأدوات اللي بحتاجها؟ بحتاج قطن، الكحول عشان التعقيم، جلوفز، كفوف، لانست. اللانست هي عبارة عن إبرة صغيرة بستخدمها في التجربة عشان أعمل جروح عند الشخص اللي بدي أخذ منه عينة الدم. كمان بستخدم كابيلاري تيوب، نبوبات شعري اسمها هيبرونايزد كابيلاري تيستس تيوب. اسمها هيبرونايز لانه فيها دواء اسمه الهيبرين، يعني بيكون انبوب من جوا حاطين فيه دواء اسمه الهيبرين. هذا الهيبرين بيمنع تجلط الدم، فانا باخذ العينه بحطها بالتيوب، لما الدم عاده يلمس اي سطح غريب بتجلط. فانا لما باخذ عينه الدم عشان اقيس البي سي في ما بدي الدم يتجلط، فبحطه بالتيوب جوا ماده الهيبرين. فبنحكي عن التيوب هذا هيبرونايز كابيلاري تيست تيوب، يعني هذا التيوب من جوا فيه الهيبرين. كمان بحتاج مادة اسمها الكلي اللي هي الجبس، وبحتاج جهاز اسمه هيماتوكريت سنترفيوج اللي هو جهاز الطرد المركزي، وبحتاج ريدر او هيماتوكريت ريدر عشان اقرأ عليها النتيجة اللي راح تطلع عندي. هاي هي اللانس، بتيجي بشكلين، يا اما بهذا الشكل بتكون موجودة جوا هاي الورقة، بفتح الورقة وتطلع عندي هاي، وبنشوف من هون راسها مدبب، يا اما بتيجي بهذا الشكل بتكون هيك، بعدين بتكون بهذا الشكل يعني الازرق، وهذا الراس بنفك وبتطلع هون عندي الابره، وهذا الكحول اللي بحتاجه، وهذا القطن. هذا هو الكلي او الجبس اللي راح استخدمه بالمختبر، وهي هي العينه موجوده عندنا بالمختبر. وهاي التيوب في منها نوعين اللي هو الهيبرونايزد كابيلاري تيست تيوب، بنشوف بهاي الرسمه قديش التيوب رفيع. هلا هاي التيوبات في منها نوعين، هيبرونايزد ونن هيبرونايز. حكينا هيبرونايز هي الانابيب اللي بيكون فيها جواها هيبرين عشان تمنع تجلط الدم. هاي الانابيب حتى اميزها، هاي الرفيعه بيكون عليها من هون لون احمر، شايفين الانبوب هون عليه احمر. بالمقابل النوع الثاني اسمه نن هيبرونايز، يعني هاي الانابيب ما فيها هيبرين وبكون راسها باللون الازرق، ورح يمر معنا تجربه واحده نستخدم فيها هذا النوع من الانابيب. هذا الجهاز اسمه الهيماتوكريت سنترفيوج، بيجي عدة أشكال، هذا الموجود عندنا هون بالمختبر، وفي كمان هذا النوع. شكل الجهاز جهاز الطرد المركزي من جوا، جهاز السنترفيوج، بنشوف إنه بيكون مقسم لأضلع، يعني بنشوف هون في عندي ضلع، هون في عندي ضلع، هون في عندي ضلع، هاي الأضلع مرقمة، يعني بنشوف هون في عندي رقم واحد، هون اثنين، ثلاث، أربعة، حتى أوصل لعندي 24. كل مكان هون زي ضلع او زي التجويف بقدر احط فيه 1 هيبرونايزد كابيلاري تيست تيوب. فاذا هذا جهاز الطرد المركزي من جوا فيه زي الاضلع او زي التجاويف، هذا التجويف كل واحد بقدر احط فيه تيوب واحد. طبعا هاي القرص في له غطاء، يعني بعد ما نحط احنا التيوب بالجهاز في عندي غطاء بغطيه فيه، وبعدين بشغل الجهاز وراح نشرح كيف. هاي الهيماتوكريت ريدر اللي بحتاجها بالمختبر، نحكي عنها هيماتوكريت ريدر او هيماتوكريت رولر، يعني زي المسطرة. هاي المسطرة بشوف انها مدرجة هون من 0 لحد 100%، وهون انا بقرأ الهيماتوكريت، يعني هيماتوكريت ممكن يكون قيمته 20%، 30%، 40%، 50%. فاذا هاي اسمها هيماتوكريت ريدر او هيماتوكريت رولر. The normal range of the reader لهاي المسطرة أو القارئة هي من 0 لـ100%، ورح نشوف كيف بنقرأ عليها النتائج. موجود عندي بالمختبر هاي وهاي. The procedure، كيف بعمل الطريقة؟ أول إشي swab the end of a finger with alcohol، يعني إحنا رح ناخذ عينة اللي هي كابيلاري، رح ناخذ العين من الكابيلاري من اصابع الايدين، وبالعاده بنستخدم ناخذ العين من الميدل فينجر او الثم، من اطفال الابهام او من اسف من اصبع الابهام او من اصبع الوسط، لانه التدفق الدم فيه بكون عالي. فبنظف الاصابع او نهايه الاصبع اللي بدي اسحب منه العينه والكحول، بعدين بيرس ذا سايد اوف ذا فينجر وذ ذا لانست، يعني بعمل بنكتشر، بعمل زي جرح بالاصبع باستخدام اللانست. احنا هاي البروسيجر رح نشرحها عملي بالمختبر، لكن هون رح احكيها عشان تكونوا عارفينها بشكل سريع.
فبضرب الاظفر باللانسيت بالابره. بعدين نعمل fill the hypnotized capillary tube at least 2/3 full، يعني بعبي الهيبرنايزد capillary tube هذا الرقيق للثلثين، وممنوع يكون فيه air bubbles، ممنوع يكون بعينة الدم في عندي هواء. ورح نشوف كيف بالمختبر، رح نعمل التجربة ونشوف كيف اني رح امنع حدوث الهواء، واذا طلع عندي هواء شو لازم اعمل. بعدين بسكر seal the tube by sticking the clean end of the tube in the clay pad، رح اسكر نهاية الانبوب بالجبس، ولازم اسكره بشكل كويس. فاذا هون بمسح الاصبع بالكحول، بعدين بجيب الإبرة وبعمل زي البنكتشر، بضرب الإصبع بشكل قوي وسريع، يعني مش بمهل، بضربه بقوة. بعبي الإصفة، بعبي الأنبوب للثلثين تقريبا بالدم، وبعدين شوفوا هون كيف حطيته بالكلي عشان أسكره. هيك إذا طلع في الأنبوب، شايفين هون عندي بابل إير، هون عندي بابل إير، يعني الدم مش متصل. هاي أخذ العينة بهذا الشكل خطأ، لازم يكون الدم كله متصل مع بعضه وما في بابل إير. وهون بعمل closing of the tube with clay، يعني أنا عندي هاي الكلي، بجيب التيوب وفوت الكلي زي الجبس بالضبط، بسكر الأنبوب فيها من مكان ما عبيت الدم. بعدين بحط التيوب in the centrifuge with the clay ending facing out، يعني بحط التيوب اللي عبيته بالدم لمدة الثلثين وسكرته بالكلي، بحطه بجهاز السنترفيوج بحيث تكون الكلي من الجهة الخارجية. وكل عينة دم بسحبها بتيوب لازم يكون في تيوب ثاني، يعني ما بنفع أحط بالسنترفيوج أنبوب واحد، لازم كل أنبوب بحطه أحط قباله أنبوب آخر. أنا هذا القرص تبع الجهاز الطرد المركزي، شايفين كيف بحط هون عينة، وهذا الكلي الأبيض هيت من هون سكرت فيه التيوب كله بيكون لبرا، ما بحطه هون من جوا. بحط الأنبوب بحيث يكون هذا الكلي الجبس لبرا. نفس الإشي بنشوف هذا الأنبوب حاطينه هون بالجهاز، هاي الكلي من الجهة الخارجية، يعني ما في عندي هون كلي، ما في أنبوب هون مخلص بكلي، الكلي دايما بتكون من الجهة الخارجية. بعدين بسكر القرص بالغطاء تبعه، وبعدين بسكر الجهاز كله بالكفر تبعه، وبشغل الجهاز لمدة دقيقتين. أنا عندي هذا القرص تبع السنترفيوج، بحط فيه التست تيوب، وهاي عندي الكلي بتكون لبرا، حكينا ما بتكون جوا المركز، بتكون لبرا. بغطيها بهذا الكفر تبعها وبشد عليه زي البرغي، وبعدين بسكره بهذا الكفر الخارجي تبع الجهاز. الجهاز في عندي زي مؤقت، بشغله لمدة دقيقتين. الأنبوب لما حطيته بالجهاز كان بهذا الشكل، الدم كله مع بعض، عينة واحدة لونه أحمر، ومن هون مسكر بالجبس. فهذا بفور السنترفيوج، بعد ما حطيته بالسنترفيوج فصل عندي الدم لجزئين، هون البلازما الشفاف، وهون اللي هو الباكت سيلز فوليوم أو الإريثروسايت، وهاي هي اللي راح أقرأها وتعطيني قيمة البي سي في. نفس الشيء هذا التيوب بعد ما حطيته بالسنترفيوج فصل هون لجزء السائل اللي هو البلازما، وهون عندي البيكت الباكت ريد بلاد سيلز او الباكت سيلز فوليوم، وهون السيلينج كومباوند، السيلينج يعني الماده اللي سكرت فيها التيوب اللي هي الكلي او الجبس. بجيب التيوب، بكون التيوب بهذا الشكل، من هون الكلي، وهون عندي الباكت سيلز فوليوم او الريد بلاد سيلز، وهاي البلازما، وهاي عندي الهيماتوكريت ريدر مدرجه من 0 لـ 100%. بحط التيوب بداية المسطرة هون بحيث يكون الكلي خارج الصفر، يعني بتشوفوا هون التيوب وين حاطينه، مش حاطين بداية التيوب عند الصفر، حاطينه من برا. وبصير أطلع بالتيوب لفوق، رح نعملها بالمختبر وتشوفوها كيف، لحد هون البلازما، لما بكون التيوب بهاي المنطقة رح تكون البلازما برا، بضلني أمشي التيوب لحد ما البلازما تصير على الحد بالضبط. وهون لما بنزل قراءة من عند هاي الحد الفاصل بين البلازما والريد بلاد سيلز، بنزله لتحت هيك، بتكون تقريبا قراءة الهيماتوكريت 42%، يعني نسبة هاي الريد بلاد سيلز اللي لونها أحمر 42% من كل عينة الدم. نفس الفكرة، هاي الهيماتوكريت ريدر، هذا التيوب بكون بالبداية محطوط هون، بكون حطيته بشكل أفقي هون،
بكون زي ما انتم شايفين الجبس برا المسطرة، ما بصير يكون حاط التيوب من البداية هون، لأن إذا حطيته بتكون الجبس بتدخل بالقراءة. بحطه برا، ولما بكون هون التيوب بتكون هاي البلازما برا المسطرة، بتكون هون حدها، وظني أرفع بالتيوب لحد ما تصير البلازما جوا المسطرة. بعدين هذا الحد الفاصل بين البلازما والريد بلاد سيلز بنزل خط لتحت، وهون عند هاي القراءة بتكون الباك سيلز فوليوم أو قيمة الهيماتوكريت.